طيب هو اي لعيب بيمشي من النادي الاهلي، اي لعيب بيحترم نفسه وبيحترم النادي الاهلي، لما يمشي من النادي الاهلي هل جمهور النادي الاهلي ما بيسالش عليه؟ هل لعيبه النادي الاهلي ما بتسالش عليه؟ لا. عايز نوجه الحقيقه رساله لمروان محسن لاعب فيوتشر، الف سلام عليك طبعا مروان، بعدما كشف الدكتور اشرف محرم استاذ جراحه العظام بطب قصر العيني الموقف الطبي لمروان محسن بعد اجراءه عمليه جراحيه عاجله للاعب بعد اصابته امام امبي في مباراه الجوله الخامسه من الدوري في الدقائق الاخيره في الشوط الاول، اصيب بعدها بكسر طولي في عضله او في عظمه الشظيه بالكاحل وخلع وتمزق في الرباط الداخلي للقدم اليسرى. الحمد لله العمليه شريحه ومسامير للشظيه واصلاح للرباط الداخلي. ان شاء الله مروان يعود ويبدا في التمرينات العلاجيه من الاسبوع المقبل. كابتن عمرو السوليه، الحقيقه مروان هيغيب من 4 لـ6 شهور. عمرو السوليه نجم وسط النادي الاهلي حرص على الدعاء لمروان محسن عقب اصابته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر السولية صورة له بصحبة مروان وقال على تويتر: ألف سلام عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وبإذن الله هترجع أحسن وأقوى من الأول. إن شاء الله مروان محسن يعود ويكون أفضل من الأول.